أصداء هذه الانتخابات التركية التي تمتد إلى دول الجوار الأوروبية. فطبعا مشاهدين أوروبا التي تتقاسم الجغرافيا مع تركيا تراقب عن كثب ما ستسفر عنه هذه الجولة. فما هي الملفات الأوروبية التي ترتبط بنتيجة هذه الانتخابات؟ طبعا تأتي في طليعتها مسألة انضمام السويد إلى حلف الناتو. صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن هذا الملف سيبقى معقدا في حال فوز إردوغان. الصحيفة توقعت أيضا أن يستغل إردوغان هذه الورقة من أجل الضغط على واشنطن وحلفائها. على الطرف الآخر فإن مخاوف السويد قد تتبدد في حال فوز كليتشدار أوغلو، فالمعارضة تبدو أكثر ليونة في التعامل مع المطالب الأوروبية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.